أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. على الزمن الصحة، لا عودة للتعليم الإلكتروني أو قيود الحظر عند دخول أوميكرون. على المدى، الصحة العراقية، أوميكرون قد يكون موجوداً في العراق. على القدس العربي، وزارة البيئة العراقية تنتقد رمي مخلفات الدوائر الحكومية في نهر دجلة. الجارديان، مهربو البشر يستخدمون قوارب رخيصة عابرة للقارات لنقل اللاجئين إلى أوروبا. عربي 21، الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة شرقية غزة عقب إصابة مستوطن. لومود، تجريم المهربين سياسة أوروبية للتنصل عن مسؤولياتها. على العربي الجديد، مستوطنون يطلقون النار باتجاه منازل أهالي الشيخ جراح. السجون العراقية مقبرة الأحياء، سجن الحوت أنموذجا، هذا مقال للكاتب إحسين صالح السبعاوي جاء فيه. لا يعرف أو لا يعرف في العراق ما بعد الاحتلال عام 2003 عدد السجون العراقية، ولا يعرف أيضا عدد المسجونين فيها. فلكل مدينة سجن، ولكل وزارة سجن، ولكل ميليشيا سجن، ولكل لواء وفرقة عسكرية سجن، وحتى بعض الأحزاب التي لديها أذرع عسكرية كذلك لديها سجون خاصة بها. والمعلوم للجميع أن الغالبية العظمى من السجناء هم من طائفة واحدة، وكأن الاحتلال وأدوات الاحتلال جاءوا لينتقموا منهم على وجه الخصوص ثم من الشعب عموما. نطالع. تمارس في السجون كافة أنواع الانتهاكات ضد المعتقلين، من تعذيب جسدي ونفسي وتجويع ممنهج وحتى الاغتصاب. أما وزارة العدل التي يفترض أن تكون مسؤولة عن كافة السجون والمساجين فتتجاهل ما يحدث من انتهاكات جسيمة ضد المعتقلين، والكثير من السجون خارج سيطرتها مثل سجون الميليشيات وسجون وزارة الدفاع والداخلية، وسواء علمت وزارة العدل أو لم تعلم بما يجري في السجون فهي لا تستطيع أن تغير من الأمر شيئاً، لأن هذه الانتهاكات هي ممنهجة وعامة وليست فردية كما يصرح بها المسؤولون، بدليل تكرارها في كافة السجون واستمراريتها دون توقف. فما هو موجود في البصرة من انتهاكات موجود في صلاح الدين والموصل وموجود في الناصرية وفي بقية المدن العراقية، فهي حالة عامة وممنهجة. وهنا أريد أن أسوق نموذجاً واحداً من هذه السجون التي تمارس فيها أبشع أنواع الانتهاكات، سيما أن هذا السجن يعود إلى وزارة العدل وهي المسؤولة عن إدارته مباشرة، وهو سجن الحوت في الناصرية أو كما يطلق عليه سجن اللا عودة، حيث يعد هذا السجن السيء الصيت من أكبر السجون العراقية في جنوب العراق، وقد افتتح عام 2008 في عهد حكومة نور المالكي وطاقته الاستيعابية 5600 سرير. وكان هناك شبهات حول وفاة هؤلاء المعتقلين، وبعد التقصي والمتابعة من قبل مركز أفات تبين أن أغلب هؤلاء الضحايا قد تم تصفيتهم داخل السجن، وقد تم تسليم جثثهم إلى ذويهم مع تهديد شديد لهذه العوائل بأن لا يتكلموا مع أي جهة وأن تدفن الجثث بدون فتحها. لكن عندما فتح ذوي الضحايا جثث أبنائهم تبين أن هناك آثارا للتعذيب، وخاصة في منطقة الرأس وباقي الجسد، فمنهم قتل بآلة حادة وقسم منهم قتل صعقا بالكهرباء. وأمام هذه المجزرة البشعة لم يصدر أي تعليق أو تحقيق من قبل وزارة العدل، ولم يصدر أي رد فعل من قبل الحكومة. لا تقدم التهاني لشعب ينهبه الفاسدون،
في صحيفة الزمان كتب صلاح الربيعي مقالا حول العام الجديد وأحوال العراقيين. جاء في هذا المقال: أيام قليلة ويحل علينا عام ميلادي جديد تتطلع فيه جميع شعوب العالم إلى التغيير نحو الأفضل والأرقى في كل تفاصيل حياتهم الإنسانية، كونهم يعيشون تحت ظل حكومات وطنية مخلصة حريصة عليهم وتسعى جاهدة لخدمتهم وفقاً للمعايير الإنسانية السائدة مهما كانت الظروف. وبمناسبة حلول عام 2022 الجديد، بدأت بعض شعوب العالم بالتحضير للاحتفالات، يستثنى منها الشعب العراقي المنكوب الذي يعيش سنوات صعبة عجاف منذ عام 2003 وحتى اليوم. نطالع. يقف فوق صفيح ساخن من المعاناة والمرارة التي يعيشها تحت حكم زمرة مارقة فاسدة فاشلة سياسياً وإدارياً ومهنياً، ولا تمتلك أدنى درجات الشعور بالمسؤولية، ولا تعرف معناً للإنسانية، ولا تقيم وزناً لكرامة وحقوق العراقيين، ولا تفكر إلا بمصالحها الشخصية الضيقة التي جعلت من العراق بلداً ضعيفاً مستباحاً وساحة للصراعات الإقليمية والدولية المختلفة. وكل هذا قد انعكس سلباً على حياة العراقيين اليومية، إذ لا نكهة للفرح عندهم، ولا يشعرون بالسعادة ولا بالأمان والاستقرار كبقية خلق الله على الأرض، وهم يصابرون ويصبرون ويصبرون أنفسهم على ما ابتلاهم الله به من حكومات ظالمة بائسة هزيلة أضاعت هيبة العراق ونهبت وبددت ثرواته وأزادت في معاناته وأضعفت تأثيره الإنساني والسياسي بين دول المنطقة والعالم دون وازع من ضمير. وبعد كل هذه الأحداث المؤلمة وغيرها من الوقائع المأساوية اليومية التي يعيشها الشعب العراقي منذ سنوات، وباسم الإنسانية يتوجب على العالم أن يواسينا ويربط على أكتافنا، فإننا نستحق ذلك ما دامت سلطة الفساد تحكمنا وتنهب أموالنا وتستهين بكرامتنا وتستبيح مقدراتنا وحرياتنا. يقول الكاتب: في العراق شعب حزين مسلوب الإرادة ولا يعرف طعم الفرح والمسرات مثل بقية شعوب العالم، ومنهوب في وضح النهار، ولا نستأنس بكلمات وعبارات للتهاني أبدا، وسنبقى نتأمل ونتطلع إلى مناسبات قادمة ومواسم فرح جديدة يمكن أن تتذوق فيها الحياة بمعناها الحقيقي عندما يحين الخلاص من حكم الفاسدين قريبا إن شاء الله. يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي: لا يشك اثنان في أن الإرادة الإيرانية هي التي جعلت هادي العامري وقيس الخزعلي ونور المالكي وباقي جماعة الإطار التنسيقي يتغيرون بين ليلة وضحاها، فيجنحون للسلم ويصبحون مواطنين وطنيين ديمقراطيين يتقبلون قرار المحكمة الاتحادية بأريحية ويحترمون العالية الانتخابية، وكأنهم ليسوا هم الذين عبثوا بأمن الوطن والمواطن ومكثوا منذ إعلان نتائج الانتخابات وإلى يوم تصديق المحكمة الاتحادية عليها، مكثوا 78 يوما بالتمام والكمال وهم متنمرون مستأسدون أشداء يشاكسون ويشاغبون ويهددون القضاء والحكومة والفائزين في الانتخابات، ويرسلون المسيرات لاغتيال رئيس حكومتهم والقائد العام لقواتهم المسلحة. يحق للمواطن العراقي أن يتساءل: هل هذا يعني أن إيران التي أمرتهم بأن يحنوا رؤوسهم للعاصفة قد تغيرت فعلاً وأصبحت عادلة وعاقلة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بأن احتلالها قد آن أوان رحيله وأن عليها أن تعود كما كانت وتراعي سيادة الدولة العراقية الوطنية واستقلالها وكرامة شعبها، وتترك قيادة السفينة لخصومها الذين طفح كيلهم منها ومن وكلائها الفصائليين والحشديين،
فليس هناك عراقي واحد يجهل طبيعة النظام الإيراني الذي عوده على مدى 18 سنة على عنجهيته وعدوانيته واحتقاره لجميع القواعد والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية والكذب والغدر والرياء، ولكن ظروفها الدقيقة الحالية وانشغالها بمعركة رفع العقوبات ونجاح مفاوضاتها النووية هما العاملان الوحيدان اللذان جعلاها تفضل اختيار التعامل مع المشكلة بنعومة ودم بارد، فهي لا تريد وكلاءها بعنادهم وتعدياتهم وتصرفاتهم التي وصفها قائد فيلق القدس المكلف بالملف العراقي إسماعيل قاني بالتافهة، يشعلون حرباً لا تريدها ولا هي مستعدة لخوضها الآن وتحمل تبعاتها. يقول الكاتب: واهمون المتفائلون الأمريكيون والعراقيون الذين اعتبروا رد المحكمة العليا دعوى الإطار التنسيقي بداية لنهاية النفوذ الإيراني في العراق، فإيران لن تترك العراق بأي حال من الأحوال. الجارديان: مهربو البشر يستخدمون قوارب رخيصة عابرة للقارات لنقل اللاجئين إلى أوروبا. قالت صحيفة الجارديان إنها تتبعت رحلة عدد من الأنواع المختلفة من القوارب التي يستخدمها مهربو البشر، والتي يتم إنتاج معظمها على بعد آلاف الأميال من مدينة دوفر في الصين، حيث يطلبها المهربون عموما عبر الإنترنت ليتسلموها في المناطق التي يتم نقل المهاجرين منها في أوروبا. نطالع. قال سلفاتوري فيلا المدعي العام في أجريجينيتو صقلية والذي قاد غالبية التحقيقات ضد المهربين العاملين في ليبيا: معظم القوارب التي يبلغ طولها حوالي 11 مترا مصممة لتحمل 15 شخصا بأمان كحد أقصى، يدفعها المهربون إلى مساحات شاسعة من المحيط، وقد حملوها 50 شخصا منذ ذروة أزمة المهاجرين عام 2015. بدأت البعثات العسكرية الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في تدمير هذه القوارب بهدف منع إعادة استخدامها في تهريب البشر، ونتيجة لذلك عبر الطرق البحرية الرئيسية من وسط البحر الأبيض المتوسط إلى تركيا ومن جزر الخالدات إلى ساحل دوفر، أصبح الزورق القابل للنفخ أكثر أنواع القوارب استخداماً للوصول إلى أوروبا، ولا تحمل الطوافات أي أضواء ولا تقنية لبث مواقعها الخاصة أو مراقبة مواقع السفن الأخرى، فهي تتلمس في الظلام وهي غير مرئية تقريباً للسفن الأخرى، ولا يتوفر للركاب سوى منفاخ دراجة في حالة الانكماش وزجاجات بلاستيكية لتفريغ الماء الذي يدخل القارب. وقتل الشهر الماضي 27 شخصاً معظمهم من الأكراد العراقيين عندما غرق قاربهم في الظلام في القناة. أكدت وثيقة سرية مسربة من قبل الاتحاد الأوروبي كتبها عام 2016 ضباط عملية صوفيا، وهي مهمة الاتحاد الأوروبي لقمع طرق تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط، أن المهربين المقيمين في ليبيا كانوا يشترون زوارق مصنوعة في الصين ويشحنونها إلى شمال إفريقيا عبر مالطا. نشرت صحيفة لوموود الفرنسية تقريراً عن مهنة التغريب والسياسة التي تتبعها الحكومات الأوروبية في إلقاء المسؤولية عليهم بموجات الهجرة. وقالت الصحيفة: منذ إغلاق الحدود في الثمانينيات والتخفيض الكبير في عدد تأشيرات الهجرة الشرعية، لم يكن أمام الفارين من بلدانهم سوى الاستعانة بالمهربين وخوض غمار الرحلات غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر. عمليات تهريب المهاجرين هي نتاج لسياسة إغلاق الحدود، وليست بأي حال من الأحوال سبباً مباشراً في موجات الهجرة غير الشرعية، لكن السياسيين الأوروبيين يتجاهلون هذه الحقيقة
ويواصلون اتهام المهربين بالمسؤولية عن الوفيات التي تحدث أثناء محاولات الهجرة السرية. وحسب الصحيفة فإن صورة المهرب الذي يستغل البؤس المنتشر في عدد من الدول ويكسب المال من عمليات الهجرة غير الشرعية منتشرة على نطاق واسع حتى بين أشد مؤيدي استضافة اللاجئين. وأوضحت أن السياسات الأوروبية التي تجرم العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي هي التي حولت التهريب من مصدر لكسب المال إلى مهنة إجرامية، لكن طالبي اللجوء ينظرون إلى الأمر من منظور مختلف. وتشهد دول شمال إفريقيا مثل تونس وليبيا تشديد الإجراءات بدعم أوروبي لمنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، لكن المهربين يطورون أساليبهم باستمرار للإفلات من السلطات، وفي كثير من الأحيان ينتهي الأمر بمقابر جماعية في قاع البحر. وترى الصحيفة أن تصنيف المهرب كشخص مخالف للقانون وتحميله مسؤولية وفيات المهاجرين على تخوم أوروبا يعني ببساطة أن الحكومات الأوروبية تسعى للتهرب من مسؤولية سياساتها. كيف سيؤثر أوميكرون على الاقتصاد العالمي بداية عام 2022؟ نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريراً سلطت فيه الضوء على تداعيات تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 وانتشار متحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي في بداية العام الجديد. قالت الصحيفة في هذا التقرير الذي ترجمته عربي 21 إن العديد من خبراء الاقتصاد خفضوا توقعاتهم المتفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي إثر الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكورونا، والتي أدت إلى تعطيل قطاعات كبيرة وإلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة نقص الموظفين. وقامت المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتقليص الوقت الموصى به لعزل المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض من 10 أيام إلى 5 أيام، إلى جانب إجراء المزيد من الأبحاث حول أفضل السبل لإدارة الوباء. يبدو الأمر مشابهاً جداً لما حدث عندما ظهر متحور دلتا، وكان الخبراء قد توقعوا نمواً اقتصادياً بنسبة تزيد عن 6% خلال الربع الثالث من السنة الحالية، لكن الاقتصاد نما في النهاية بنسبة تقارب 2.5% من تموز يوليو إلى أيلول سبتمبر. ويجد خبراء الاقتصاد صعوبة في التنبؤ بتأثير فيروس كورونا على الاقتصادات، حيث فاجأت التغييرات في سوق العمل الحكومة والمراقبين على حد سواء. وقد توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4% العام المقبل. وتقول الصحيفة كل ضرر ستحدثه الموجات الجديدة سيكون أقل بقليل من الموجات السابقة، مضيفا أن مقدمي الرعاية الصحية أصبحوا متمكنين من علاج حاملي الفيروس بشكل أفضل، وأن الشركات أصبحت أكثر قدرة على التكيف مع الجائحة. ما أن تنخفض درجات الحرارة ويتسرب البرد خلال ديسمبر كانون الأول حتى يبدأ مزارعو مصر في جمع محصول البرتقال الغني بالفيتامينات المفيدة في تعزيز المناعة ومحاربة الفيروسات. ويقدر ثمن الكيلو من هذه الفاكهة الشتوية بأقل من نصف دولار في الأسواق المحلية، لتكون بذلك مصدرا أساسيا يعزز مناعة البسطاء بتكلفة مناسبة. وعادة ما يبدأ حصاد فاكهة البرتقال بتلك الطريقة اليدوية خلال شهري ديسمبر ويناير. ويقول أحد المزارعين إن موسم حصاد البرتقال يبدأ حسب تعليمات الحجر الزراعي الحكومية مع دخول شهر ديسمبر أو في منتصفه. نتابع الآن الوجه الآخر لحرية التعبير ورسوم الكاريكاتورية.
إلى صدى أقلام جديد، في أمان الله.